الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساكم وين ما كنتوا. لقيناكم اليوم الأحد بداية أسبوع إن شاء الله، إن شاء الله سعيدة على الجميع. تحية كبيرة جدا مننا أكيد من فريق العمل بتمثل في كل المسميات، في الإخراج مازن هو أكيد حضور جميل جدا، أستاذ عادل أستاذنا الكبير وكمان حادو، وكل الحضور الأنيق كمان محمد تاج السير في الاستديو. حضورك أكيد بنور وبيكتمل به المشوار في غد الباب. وبكرة مساء الخير عليك. اهلا وسهلا بكم، مساء جديد ومساء سعيد على كل الاحبه اللي بيسمعونا وين ما كنتوا على الشاشه الزرقاء، شاشه قناه الهلال الفضائيه. والحمد لله على السلامه يا تغريد. تسلم يا رب، ربنا يخليك يا تغريد. فقدناك في الحلقه وفي بدايه الاسبوع. الحمد لله، عودا حميدا مستطاب، واهلا بكل الاحباب. نتمنى لكم بدايه اسبوع سعيده مفعمه بالنشاط بالحيويه بكل الخطط المرسومه بدقه تكلل بالنجاح، وتكون أسابيع خفيفة مقبلة مليانة بالتوفيق إن شاء الله. والنجاح إن شاء الله. وكمان الأجواء هي برضو مسيطرة جدا، الأجواء الطبيعية إنه الجو هو ماشي معتدل وبجمال جدا، وشتاء غالب على الشتاء. نعم هو غالب على الشتاء. وكمان الأجواء عموما السياسية برضو هي فيها كثير من التقلبات، وبتابع أحداث كبيرة جدا. وعلى الجانب الرياضي والأهم أكيد اليوم لعبة الهلال، بنتمنى لفريق الهلال النصر الكبير جدا، ويمكن هي مباراة مهمة للفريق اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون لعبه مكلله بالنجاح وبالنصر اللي حيفرحنا وحيزيدنا. اكيد الهلال فريق لا يشق له غبار، ومعروف انه بالذات في الالعاب اللي بتكون اساسيه تنافسيه حماسيه بيكون فيها متواجد بكامل تركيزه الذهني وبكامل عتاده من الجمهور من الالتراس. الليله الدوري ال 32 من بطوله ابطال افريقيا منافس ريفرز النيجيري، نتمنى له كامل الدعم وكامل التوفيق وان يحقق الانتصارات ونعيد سيرتنا الحلوه سيره الهلال ويحقق كاس الابطال بكل الحب وبكل الفخر والجمال ان شاء الله. نادي يعني هو يمكن يكون نادي منشا من عام 2015 وحديث، وكانت مشاركاته في افريقيا او في ابطال افريقيا من 2017، وهو خرج على اقدام لاعبي المريخ في نفس الدوري ده تحديدا او في نفس الفتره دي. تشكيله الهلال هي تشكيله قويه جدا، ويمكن حضور بيكون ممثل في مسميات هي من خلال التشكيله ممكن تقول لنا يا بكر. اول حاجه المباراه حتكون الليله في مدينه بورت هاركورت. نعم. في ملعب الدوكي. وهي الان انطلقت. ايوه الان. نعم. تشكيل الهلال ابتداء من علي ابو 20 حارس المرمى، ورباعي الدفاع فارس عبد الله ومحمد احمد رينج ومحمد واتارا وسمو الميرغني، وايضا خط الوسط الشغيل وابو عاقله وال الدين وصلاح عادل، والهجوم يتمركز فيه محمد عبد الرحمن وياسر مزمل. نعم بنتمنى اكيد النصر محتاجين لفرحه في اليوم ده تحديد، ومحتاجين انه بكل الاجواء الحماسيه دي تدعو انتم كمان لفريق الهلال بكل الحب اللي انتم بتحبوه لفريق الهلال. كامل الدعوات لهم واكيد، وكامل التحفيز الايجابي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اكيد كل الكومنتات وكل المتابعات للبث المباشر وحتى القنوات اللي هي ناقله للحدث اليوم. تشجيعكم حيكون هو عنده كثير من القبول بالنسبه لهم، وتحديدا هم خارج تأكيد. الوطن تأكيد قلوبنا معاكم وكل الاحباب بالدعوات الصادقات انه الهلال يكلل هذا العمل وهذا المجهود بالنجاح، وانه ما تروح التدريبات سودا ولا التركيز اللي كان على امتداد الشهور الفاتت يروح سودا. واكيد بكل الفخر حنقول هلالنا الازرق والموج الازرق حيكتسح هذه المباراه وهذه البطوله ان شاء الله. واكيد مننا نحن ومن قناه الهلال وكل فريق العمل حنهديهم اللحن الجاي تشجيعا ومحبه كبيره لفريق الهلال. حنمشي حنسمع حنرجع من تالي. الحزن ولا كوكب الأحلام في السماء يدعلا أهل البيه نور حبيب الروح النورة الحلة أم قمر دورين في الأرض يدلا أهل البيه الهلال هلا شفنا حبيبي يريدو غير علينا أهل البيه الهلال هلا Oh,
فريق انا فاني من غير الريد المطرب اشجانا اهلا به من سهام العين فشفتونا جانا والمحافة طار لمسنا فجانا اهلا به الهلال أهل البيه الهلال حلا بعد طول غياب من ثاني لمتنا أهل البيه الهلال هلا شفنا حبيب يريدو غير علا أهل البيه الهلال هلا يحفظنا من العين ولينا يتولى أهل البيه حيث في الدنيا الهيبة والصولة يجرنا نفوس رضا المولى أهل البيه الهلال أهل البيه شفنا حبيب يريدو غير علا أهل البيه أهلنا أهل البيه أهلا أهل تمنيات التوفيق والنجاح لفريق الهلال هذا الموج الأزرق الحاضر الذي دائما يزف الأفراح إلى الجمهور وإلى قلوب القارة الأفريقية بشكل أجمع وبالتحديد جمهور الهلال الواعي الراقي العارف بتنبيد عن فريقه
وبيشوف هو محتاج شنو وبيديه أضعاف أضعاف. نعم، ويمكن هي أمنيات كبيرة جدا وأمنيات صادقة، لأنه الليلة النتيجة تحديدا تكون نتيجة مبهرة، ونتيجة هي تكون ملهمة للخطوة الثانية والصعود للمجموعات فيما تبقى. يمكن يعني أحداث كثيرة جدا هي كانت يعني بعيدة التاريخ تحديدا مع نيجيريا، وكثير من الأغاويل أنه في ممارسات أو حرب نفسية عالية جدا على فريق الهلال من خلال كثير من العقبات اللي اتوضعت للفريق، ولكن الفريق هو قادر يتحمل كل الضغوطات، حتى الضغوطات ممكن تكون من خلال أنها هي ضغوطات نفسية، وقادرين أنه هم يتغلبوا على كل المشاكل، والحمد لله هم الآن في أرض الملعب يعني، وأكيد هم في أرض الملعب والآن بنازعوا في النصر إن شاء الله، بنتمنى لهم كامل التوفيق. ولكن معنا اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم كوتش كفاح. مرحبا بك أستاذ عريض، ومرحبا بأخ الطواب، ومرحبا بكل الأستاذ المشاهدين والمستمعين. مرحبا بك ومساك جميل، وبكر يمكن تحيي الكوتش وتواصل معه. تحيانا لك كوتش، وتمنياتنا للتوفيق، بالتوفيق لله للموجة الأزرق في أنه يتحقق انتصار الليلة، وبنسألك عن جاهزية التيم في هذه المباراة المهمة جدا. نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عبركم لكل أستاذ المشاهدين والأخرى وأستاذ المستمعين. تمنياتنا بالتوفيق لهلال السودان يمثل السودان العزة والكرامة في المحفر الأفريقي الكبير مع نادي ليفرز النيجيري، وكما تعلم ويعلم الإخوة المشاهدين وكذلك المستمعين بأن نادي الهلال هو من الأندية الكبيرة جدا جدا في القارة الأفريقية. نعم، وحقق نتائج ممتازة جدا جدا، وصعود أربع أندية على مستوى التصنيف على مر السنوات الأخيرة كان على غرار نتائج الكبيرة والباهرة من على نادي الهلال، ووصوله دور المجموعات لأكثر مرة. نعم، فكان نادي الهلال هو السباق لوضع بصمة كبيرة جدا جدا للكرة السودانية. نعم كوتشي، يعني كثير من الأخبار هي متداولة عن كثير من النفسية اللي بتمارس على فريق الهلال تحديدا، ويعني إلى الآن المباراة هي ما منقولة ولا في بث مباشر ولا حتى في واحدة من الغنوات، وده بيطلب من الفريق النيجيري. يعني الأحداث دي هل تأثيره هو حيكون فيه كم من السلب، وليه أصلا هم طالبوا بطلب زي ده رغم أنها هي المباراة في أرضهم وفي يعني في ملعبهم، وحتى ما في كرم للضيافة الكافي بالنسبة كان لفريق الهلال؟ طيب بعض الفارغة يلجؤون دائما لهذه الحيرة التي تبعد كثير جدا جدا من أدبيات وممارسات كرة القدم اللي بتبنى دائما على السلام والمتعة والعدالة. نعم، وبتبنى دائما على بوضوح إنه في بعض الأحيان ممكن تكون شفافية. فلاعبي الهلال والجهاز الفني وكذلك الجهاز الإداري المرافق، أنا أعلم تمام العلم بأنه هذه الأشياء التي ذكرت وعملت على نادي الهلال، هذه المعاملة لن تزيد اللاعبين إلا إصرارا وعزيمة وشكيمة، وبتدي روح قتالية عالية جدا جدا حتى يأدوا بدورنا المناطقين. نعم، ولاعبي الهلال هم الآن عمادة الكرة السودانية في المنتخب القومي أو المنتخب الأول، فهذه الأشياء التي مورست هي لن تؤثر ولن تؤثر، أنا بكرر هذه الكلمة وبقولها على دفعتين أو على مرتين. نعم. طيب يا كوتش، الجمهور اللي حيكون حاضر في المباراة دي يقدر بأكثر من 10,000 مشجع. نعم صحيح. فالحاجة دي حيكون عوائدة شنو على الهلال وتأثيره النفسي الكبير على المباراة؟ طيب، الهلال لن يتأثر زي ما قلت لك، اللاعبين اللي بيشاركوا مع نادي الهلال هم مشبعين بخبرة كبيرة جدا جدا، هم لاعبين المنتخب، بكرر لك الكلام ده مرة أخرى. أكيد. هم من أخيرة اللاعبين المتواجدين في السودان، عن طريق نادي الهلال خرج كثير جدا من اللاعبين للاحتراف في الدوريات العربية والأفريقية. الجمهور لن يكون له تأثير، لن يؤثر على التحكيم، وأنا داير أديكم حاجة بسيطة جدا جدا. نعم. الحكام ما أصبحوا هم الحكام المرتشيين في العهود السابقة، الآن كل
التكنولوجيا تطورت، حتى إن كان ما هنالك تصوير ممكن تصوير يكون مثلا عبر الموبايل. نعم. فالحكام هم دائما بيحاولوا يطلعوا مباراتهم بصورة كويسة، بصورة ممتازة. المطلوب من لاعبي الهلال خاصة المدافعين عدم الاندفاع داخل خط 18، لعب بمنتهى السلامة أول بأول، عدم الاحتكاك مع المنافس، التركيز. هل التيم على وعي بالحاجة دي يا كوتش؟ وعارف نعم. الكلام ده التيم وصل له الرسائل دي انه الضغط على الحكام تم، الناس لازم تعمل حسابه جدا في كل خطوه، في كل تمريره، في كل نعم. هل هم واعيين بالحاجه دي، مدركين انه حيكون في ضغط من الحكام عليهم؟ والله شوف الحكام، انا ما الكلام دي عن تجربه يعني. دائما الحكام الافارقه هم الان هم دائما حكام بيكونوا صغار في السن. الحكم الافريقي اللي بيكون صغير في السن قليل التجربة، داير لعب نهائي أفريقيا، أيوة. داير لعب منافسات كبيرة، نعم. عنده طموح إنه يصل كأس العالم، عنده طموح بإنه أداؤه لازم يكون جيد ومثالي. صح. الفريقين بيلعبوا على 3 نقاط، الحكم بيلعب على 10 نقاط. الممارسات السابقة الغزرة، شراء الزمم وهكذا، هي أنا بفتكر إنه أصبحت ما ذات جدوى. نعم. ما بتأدي الغرض من أجله. نعم. فالهلال ما له، عنده الخبرات، عنده القدرات، وعنده الإمكانيات. وأساس إنه الهلال مشى دول كثيرة جدا جدا، خاصة في غرب أفريقيا، وحقق نتائج. نعم. حقق انتصارات. نعم. كوتش، لكن يعني مع الضغط العالي جدا على فريق الهلال، حابين كمان نسألك، وكل الصورة اللي أنت عكستها علينا، وكل يعني يمكن تكون المناقلات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، هل فريق الهلال هو قادر انه الليله يجينا بنتيجه ايجابيه؟ الهلال قادر على انه يحقق نتيجه ايجابيه، نتيجه ممتازه جدا جدا. نعم. الهلال قادر على انه ممكن يحقق الفوز والانتصار. الهلال زي ما قلت لك قادر على انه ما يمتلكه من لاعبين اصحاب قدرات فنيه ممتازه جدا جدا، قادر على انه يقلب الطاوله. حتى لو جينا على لمستوى التاريخ، وإن كان الكورة ما مقياس التاريخ فحسب، مقياس العطاء والسمعة والبذل والجهد والعرق مرارا داخل الملعب، نادي الهلال نادي كبير جدا جدا في الغارة، مثله مثل الأهلي المصري، الزمالك، الترجي، كانو كاميرون. فهي دائما هي بتلعب على 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 سمعتها. ده بالنسبة لنادي الهلال، ولكن بالنسبة للتشكيلة يعني يا كوتشي، هل هي التشكيلة الأمثل لليوم تحديدا؟ والله الجهاز الفني هو من يحدد هذه حسب رؤيتك وخبرتك انت ككوتش. نعم. يعني توفق في الحاجة دي ولا حسب الرؤية؟ إذا احنا مثلا جينا الهلال يفتقد جهود السمول على الطرف اليمين. نعم. أو وجود طرف يمين كمثلا مؤيد، برضه مؤيد من الشباب الواعدين الممتازين جدا جدا، الممتاز بفكر تكتيكي عالي. نعم. يعوض فارس هو لاعب منتخب، ايرين كوتا، كل اللاعبين، نصر الدين، ابو عاله، محمد عبد الرحمن، كل هذه المجموعه هي المنتخب يعني. واحنا نعم. شاهدنا المنتخب في المباراه الاخيره مع اقينيا، فاعداد اعداد الهلال عبر بوابه المنتخب، أنا أفتكر إعداد جيد وإعداد مثالي جدا جدا وخبرات ممتازة. نعم. التشكيلة اللي اختارها الجهاز الفني، أنا أفتكر هي تشكيلة مناسبة، وضعت اللاعب المناسب في المكان المناسب. نعم. ممتاز. نحن نتمنى للهلال النجاح. وسؤال ثاني بيتراود لذهن الكثير من الجماهير، إنه الفريق المنافس النيجيري ريفرز، زي ما أسلفنا في بداية الحلقة وذكرنا إنه مارس ضغوط نفسية كبيرة جدا. نعم. على الهلال، الحاجة دي تمثلت في 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 ياتو شكل، هل كانت عبر الصحافة، هل كانت في مضايقات في السكن، حصل شنو بالضبط بالتحديد؟ لأنه الآن الأخبار الرائجة في السوشيال ميديا إنه في ضغوطات مورست ضد فريق الهلال ليؤثر على أدائه في الملعب. طيب، هذه الممارسات المرتكبة هي دلالة الخوف، إنه رهبة وخوف من الخوف من نادي الهلال. لاعبي الهلال زي ما ذكرت لكم في بداية حديثي بأنهم مشبعين بالخبرة تماما،
مشبعين لا شكل الممارسات اللي تمت الممارسات ضدها وتعرضوا لها كثير جدا جدا. زي شنو طيب؟ انا دائما مثلا حرمان من 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 حرمان حرمان من من حرمان التدريب من الملعب. نعم. الضغط على التحكيم، الصخب في الموسيقى في الفندق مثلا، وشوف كله عشان كل الحاجات دي. نعم. تاخير وسيله النقل للاعبين او للجهاز الفني او للجهاز الاداري. نعم. كلها هي دي اساليب الفارغه في المنافسات الافريقيه. ممكن نقول اليوم تحديدا رخيصة. نعم يعني اول الممارسات اللي كانت ارخص هي بالنسبه لمعامل فحص كورونا. أيوة. وتواجهت كثير يمكن من المشاكل اتجاههم، لكن الحمد لله تم الفحص وكانت النتيجه الحمد هي لله. الحمد لله يعني سلبيه، وبكده الفريق زي ما ذكرنا انه هو الان في ارض الملعب. حابب تضيف طيب. حاجه كوتش؟ طيب انا نعم. انا دارس كلام لك عن فحص كورونا في هذه الجزئيه. لا نعم. انت مثلا الليله الاتحاد الافريقي ادى النادي الحق في الفحص. نعم. او ادى النادي ممكن هو يفحص، هم بيكون خط في حساباتهم. اذا نحن قمنا طلعنا مثلا 4 لاعبين او 5 لاعبين بنتائج ايجابيه، ربما نادي الهلال في الرد يطلع لك اكثر من 10. نعم. وان كان هذه الممارسات غير اخلاقيه ولا تشبه كره القدم. نعم. ما من اخلاقياتنا ولا من شيمتنا ولا من اي شيء. نعم. احيي او ابشر بانه نادي الهلال سيقدم مباراه كبيره جدا جدا، حيطلع بنتيجه ايجابيه تعينه في مباراه الرد. ان شاء الله عنوان هذه المباراه العبور للمرحله القادمه ان شاء الله من من من, من الاراضي النيجيريه ان شاء الله. شاكرين شاء الله. جدا كوتش، وان شاء الله كامل التوفيق لفريق الهلال اليوم، وان شاء الله يتاهل للمرحله الثانيه، وان شاء الله حتكون بكامل النصر وبكامل الفرح لفريق الهلال لكل مشجعي فريق الهلال. ان شاء الله نتمنى الفوز. نعم. شكرا. شكرا يا كوتش على المعلومات الثره، استمتعنا بها جدا وخططنا في القالب الاساسي والحقيقي. نعم. ووضحت للجمهور مدى شنو الـ 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 الأخلاقيات بتاعت الكورة، بتتمثل في احترام الفريق المنافس. نعم. صحيح. وحق الضيافة، نحن لما يجينا ضيف من برا يلعب معنا في كورتنا وفي أرضنا السودانية بيكون في كامل توفير سبل الراحة، عدم التعطيل لأي سبب من الأسباب. لو نعم. في لاعب شكى من حاجة حالا بتتوفر له، ولكن الحاجة دي ردوا لنا عكسها تماما. نعم. ما حاجة بتشبه الفريق الـ الـ الهلال إنه يقيم بطريقة زي دي ويمارس عليه ضغوطات عشان تثبت من عزيمته، ونحن في النهاية ركن على الهلال. نعم. وأكيد حنجي ظافرين بالنصر. أكيد إن شاء الله، رغم أنها هي زي ما قاعد يقول أنه هو التاريخ قاعد يعيد نفسه. صح. نفس صح. الممارسات هي تمت بنفس الفكرة من يعني الفرقة النيجيرية في فترة ما. صح. وبرضو لنفس الترتيب، منع المصورين، منع أجهزة التلفاز من أنها هي تنقل، وحتى منع الكاميرات اللي هي تكون تابعة لفريق الهلال من أنها هي تدخل في الملعب. لكن بكل التأكيد نحن رغم كل التحديات دي واثقين كل الثقة في صح. فريق الهلال إن شاء الله حيجينا بنتائج هي مبشرة جدا. أكيد نحن كمان متواصلين يا بكري، حنطلع فاصل ونواصل.